من الناس ديال الحي. هنا الاشكاليه اللي عندنا هو بحال هاد الحاله اللي كاينه عندنا دابا كنعيشوها، هاد الحاله ديال هاد السيد هذا اللي معوز، الدنيا ما بغاتوش، عنده كل شيء ولكن الدنيا ما بغاتوش. يعني ملي لقاو الناس كتعاني بحال هاد بحال هكا، راه ماشي راه في المدينه القديمه كاين الناس كتعاني وكتعاني الامرين يوميا، ولكن ما عرفناش واش منا كمجتمع مدني او منا كاسر او منا كجهات معنيه. يعني لان لكل كنا كنتشاركوا كنتشاركوا المعاناه اللي كنوصلوا المعاناه ديالنا للجهات المسؤوله، ما كناش غادي نقاسيو. لان نعطيكم بار اكزومبل واحد الحاله مؤخرا توفات، يعني انها ما تقبلاتش السبيطار وخرجات قالوا لها سالا الحصص ديالك في محمد السادس، سير قعد في دارك. وهاد الايام هذه كنتفاجئوا به انه توفى. يعني حنا في المدينه القديمه دائما نعاني صحيا، نعاني في التعليم، نعاني داخل الادارات العموميه، يعني كنعانيو ديما. وخير دليل على المعاناه ديالنا كاسر كعائلات كمواطنين كمجتمع مدني كنشوفوا الحي بالنسبه لحي جنان العافيه كيعاني، والاسر الناس الساكنه ديالو كتعاني.